بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بيكم على شاشه قناه الاهلي وحلقه جديده من برنامج الاشبال. زي ما قلت لحضراتكم دايما في برنامج الاشبال هيكون لينا هدف، وهدف كبير كمان. مش هنكون مجرد برنامج بنعرض نتائج او اهداف او مباريات، لكن برنامج الاشبال دايما هيكون بوابه لكل المواهب الموجوده وخاصه في قطاع الناشئين بالنادي الاهلي، ان احنا نقدمهم لكل جماهير مصر. الحمد لله واحد من مواهبنا اللي اتكلمنا عنه في اول حلقه لينا واخترناه كمان كان معانا نجم على الطريق، تنبأنا له ان شاء الله هيكون ليه مستقبل كبير. اختارته جريده الجارديان البريطانيه واتكلمت عنه. عرضنا لقطات لشادي رضوان ابن الاهلي وقلنا ان شاء الله هيكون ليه مستقبل كبير. لكن رسالتنا ونصيحتنا لشادي رضوان وكل المواهب الموجوده داخل قطاع الناشئين بالنادي الاهلي، كل ما ربنا بيكرمك لازم تتواضع وتبعد عن الغرور. دايما تسمع كلام مدربينك في القطاع. دايما تحافظ على صحتك. دايما تجتهد في التمرين. دايما تتكلم مع مدربك وتعرف سلبياتك ايه عشان تشتغل عليها ودايما تطور من نفسك. دي رسالتنا لشادي رضوان وكل المواهب الموجوده داخل القطاع. وبنقول برضو لشادي رضوان احلم، وان شاء الله في يوم من الايام ربنا هيحقق لك حلمك وتكون زي محمد صلاح نجمنا العالمي، زي ما جريده الجارديان البريطانيه اتكلمت وقالت. بالمناسبه جريده الجارديان البريطانيه دي من اكبر الصحف الموجوده في العالم، فلما تتكلم عن ناشئ او لاعب مصري موجود داخل قطاع الناشئين بالنادي الاهلي فده شيء مهم جدا جدا جدا. والحمد لله برضو النادي الاهلي وقطاع الناشئين بالنادي الاهلي دايما بقدم الدعم والرعايه لكل المواهب الموجوده داخل القطاع. زي ما احنا شايفين مع حضراتكم دلوقتي دول ال 60 موهبه اللي تم استعراضهم من قبل جريده الجارديان البريطانيه. لو اتكلمنا عن ابرز المواهب الموجوده من ضمن الستين، عندنا ياسر العروسي، ده من اصول جزائريه بيلعب في نادي ليفربول قادما من هانوفر الالماني، بيتسم بالسرعه وبيلعب بالقدم اليسرى وسط مهاجم. عندنا تاني موهبه رودريجو. رودريجو ده بيلعب في نادي سانتوس البرازيلي، هيروح ان شاء الله في الصيف المقبل الى ريال مدريد في صفقه تقدر ب 50 مليون يورو، وهو يشبه الى حد كبير نيمار. عندنا لوان كانديدو بيلعب في نادي بالميراس البرازيلي في مركز المدافع الايسر باك ليفت، وبيشبهوه انه خليفه مارسيلو، واحتمال ان شاء الله في الصيف اللي جاي يروح مانشستر سيتي. عندنا كمان عبد الله دابو بيلعب في نادي نانت، اصغر لاعب شارك مع الفريق الاول، يقول عنه مدرب منتخب فرنسا انه مزيج بين كانتي وبوجبا، بيلعب في منتصف الملعب. عندنا كمان ويليام جوبز بيلعب في نادي موناكو الفرنسي في مركز المهاجم، انتقل من ليون لموناكو في صفقه تقدر ب 20 مليون دولار لما كان عنده 16 سنه. عندنا كمان اوليفر باتيستا ماير بيلعب في نادي بايرن ميونخ الالماني في مركز وسط المهاجم. وفي عندنا فيكتور موليخو بيلعب في نادي اتلتيكو مدريد، وبيلعب في مركز بيلعب في الفريق الاول لاتلتيكو مدريد. دي كل المواهب دي ان شاء الله خلال السنين الجايه وخلال الفتره الجايه اكيد هنسمع عنها، هيطلع منهم ميسي، هيطلع منهم كريستيانو، هيطلع منهم محمد صلاح. وعندنا برضو شادي رضوان ابن الاهلي لما اتكلمت عنه جريده الجارديان قالت يصنع الجناح السريع او يضع الجناح السريع عينه على ان يصبح محمد صلاح، مثله الاعلى محمد صلاح، او ربما يكون الافضل. هو اللاعب الملقب بالفيراري، وعلى فكره لقب الفيراري ده اطلقوا عليه فاروق صلاح معلق قناه النادي الاهلي المختص بالناشئين. لديه مهارات كبيره ويلفت الانظار بشده. ولد رضوان في مدينه المنصوره وسجل 14 هدف وقدم 8 تمريرات عام 2017-2018. نتمنى ان شاء الله لشادي رضوان وكل المواهب الموجوده داخل القطاع التوفيق ان شاء الله خلال الفتره اللي جايه. دي معانا برضو من ضمن الاهداف بتاعت ال 60 موهبه الموجوده في العالم. مواهب فعلا يعني بتعبر عن لعيبه ان شاء الله هيكون ليها مكانه كبيره خلال السنين الجايه في الكره العالميه. وزي ما قلت لحضراتكم اكيد هنشوف في المواهب دي لاعب زي ميسي، لاعب زي كريستيانو، لاعب زي مودريتش، لاعب زي محمد صلاح. وحتى الاهداف اهداف حلوه واجسام ما شاء الله كمان، يعني اجسام قويه. انت بتتكلم عن لاعب عنده 17 سنه، فشوف القوه وشوف اللياقه البدنيه، شوف المهارة.
وعندنا برضو من ضمن المواهب عبد الله دابو، ده احنا قلنا عليه ده برضو بيلعب في نادي نانت، مدرب منتخب فرنسا، بيقول ده موهبه مبكره هتظهر للعالم ومزيج ما بين كانتي وبوجبا. شايفين الهدف ده ما شاء الله تسديده قويه من مسافه بعيده متوجهه، راح في مكان صعب على اي حارس. ان الموهبه هتظهر في الشكل ده والارقام كمان اللي بتدفع، يعني انا شايف فيه لعيب ويليام جوبلز بيلعب في نادي موناكو الفرنسي، بيروح لنادي ليون، بيدفع في لعيب عنده 15 سنه 20 مليون دولار، فاكيد دي صفقات طبعا هتهز العالم في السنين اللي جايه. برضو عندنا رودريجو، رودريجو بيلعب في نادي سانتوس البرازيلي، طبعا البرازيل عارفينها بتطلع مواهب كبيره جدا في عالم الكوره. لما يروح نادي ريال مدريد وتهتم بيه ريال مدريد في السن المبكر الصغير ده، بيروح ريال مدريد ب 50 مليون دولار، فدي ارقام كبيره جدا. ان احنا نشوف شادي رضوان ابن النادي الاهلي وسط النجوم ده، فده شيء مهم جدا. والحمد لله زي ما قلت لحضراتكم دايما قطاع الناشئين بالنادي الاهلي بيخرج مواهب كبيره. نتمنى لشادي رضوان وكل المواهب الموجوده التوفيق ان شاء الله خلال الفتره اللي جايه. الفراري موهبه النادي الاهلي وموهبه مصر. جاي الفراري شادي أبرز المدربين اللي ساهموا في اكتشاف المواهب داخل النادي الأهلي. ليه تاريخ كبير في عالم التدريب، للأسف ما حلفوش الحظ في اللعب إن جات له إصابة بدري، لكن ليه تاريخ كبير في عالم التدريب وخاصة جوه النادي الأهلي. اللي اكتشف موهبته في التدريب وهو عنده 19 سنة كان الكابتن عبده صالح الوحش. خده من إيده وإداه للكابتن مصطفى حسين أبو الأشبال وضمه لقطاع الناشئين على إنه يكون مدرب. ظهرت موهبته في التدريب من بدري. تولى فريق الشباب بالنادي الاهلي وهو عنده 21 سنه. من ضمن المواهب اللي اكتشفها كان الكابتن محمود الخطيب، كان الكابتن مصطفى عبده، كان الكابتن مصطفى يونس، كابتن ثابت البطل، الكابتن زيزو، الكابتن اكرامي، وكان صاحب اكبر نتيجه وهو متالي فريق الشباب، فوز على نادي الزمالك ب7-1. والمباراه دي اللي بدات تعرف الكابتن محمود الخطيب ان جماهير مصر كلها تعرفه، اكيد هو الكابتن فتحي نصير. نشوف تقرير عن الكابتن فتحي نصير ونرجع لكم مره ثانيه. لم يكن فتحي نصير نجم الأهلي السابق مدربا عاديا، بل كان واحدا من الكشافين الكبار. هو أصغر وأكثر المدربين اكتشافا للمواهب داخل النادي الأهلي وفي المنتخبات المختلفة. يعد فتحي نصير ابن الأهلي المدير الفني السابق للجبلاية حالة فريدة من نوعها بين أبناء جيله، خاصة أنه اتجه إلى التدريب وهو في سن صغيرة، حيث اعتزل قبل أن يتم تصعيده للفريق الأول بالقلعة الحمراء. كان نصير يلعب بين صفوف ناشئ النادي الأهلي وطالبا في نفس الوقت بكلية التربية الرياضية. تدرج في صفوف الناشئين حتى نكسة 1967، وقتها كان عمره 19 عام. توقفت الكرة بالتزامن مع إصابته بقطع في الغضروف. كانت هذه الإصابة دون جراحات أو علاج سريع، فقام عبد صالح الوحش باستدعاء نصير، طالبه بالاعتزال والاتجاه إلى التدريب ليكون أصغر مدرب في مصر.
بدأ نصير مشوار التدريب. التحق بقطاع الناشئين بالأهلي وعمره 21 عاما فقط، وبالتوازي مع ذلك أصبح رئيس قسم الكرة بالثانوية الرياضية والمسؤول عن اختيار المواهب المتقدمة للمدرسة التي كان من بينهم فاروق جعفر، محمود الخواجة، غانم سلطان، إكرامي، مصطفى يونس، مصطفى عبدو، ومحمود الخطيب، الذي يؤكد أن للكابتن فتحي نصير فضل كبير في اكتشافه، حيث أعجب نصير بقدرات الخطيب ومهاراته بعد دقائق معدودة ليلتحق الخطيب بالمدرسة الرياضية. مشوار فتحي نصير مع التدريب واكتشاف المواهب لم يتوقف لسنوات طويلة. شغل العديد من المناصب الفنية المهمة، كان آخرها المدير الفني لاتحاد الكرة المصري. لن تنسى الكرة المصرية بصمات فتحي نصير وعشقه للساحرة المستديرة. سوف تظل سجلات الموهوبين تشير بكل فخر واعتزاز بعدما ساهم في اكتشاف كبار النجوم. اسم كبير طبعا في عالم التدريب الكابتن فتحي نصير، وعلى فكره هو الوحيد اللي جمع بين مدربين مصر انه يمرن النادي الاهلي ويكون مدرب في الفريق الاول بالنادي الاهلي ومدرب مع منتخب مصر، وكمان هو محاضر في الاتحاد الافريقي ومحاضر في الاتحاد الدولي. تاريخ كبير طبعا الكابتن فتحي نصير في عالم التدريب، ربنا يديله الصحه. دايما كل اسبوع بيبقى معانا مفاجاه حلوه، بيبقى عندنا لعيب خرج من قطاع الناشئين ولعب في الفريق الاول. النهارده عندنا يعني من افضل المواهب ومن افضل اللعيبه اللي جم في تاريخ مصر، لكن للاسف هو ما خرجش من قطاع الناشئين، لكن انا بعتبره على المستوى الشخصي ان هو خرج، ومش خرج من قطاع الناشئين، ده هو اتولد داخل قطاع الناشئين بافعاله داخل الملعب، بادائه، بحماسه، بروحه وهو لابس فانيله النادي الاهلي. دايما بيقول عن نفسه انا خادم للنادي الاهلي، وهو مثل وقدوه لكل الشباب اللي طالع من قطاع الناشئين. اكيد معانا كابتن النادي الاهلي، كابتن مصر، كابتن وليد سليمان. نشوف تقرير عن وليد سليمان ونرجع لكم مرة ثانيه. وليد سليمان وشنطة الإجوان، وكأنه كلمة السر. وليد سليمان، وليد سليمان على طريق كريستيانو، وليد سليمان يلقي بكلمة افتتاح ويضع النادي الأهلي في المقدمة. وليد سليمان الورقة الجوكر. إنما وليد إيه؟ لعيب من اللعيبة اللي عندها حلول. في البداية طبعا ببارك للكابتن أسامة على البرنامج الجميل، كل الناس طبعا بتشاهد البرنامج وحاجة جميلة، ربنا يوفقك كابتن أسامة، انت سائل كل خير. طبعا أنا سعيد جدا إن في الناشئين عندنا تحت بيتكلموا عليا إن أنا مثل أعلى، ده حاجة يعني أنا فخور بيها، وأتمنى كل الناشئين تحت يكون عندهم هدف ويحاولوا يحققوه يوصلوا له. انا عايز اقول للناس ان يمكن ناس كتير ما تعرفش انا جيت للاهلي في اختبارات الناشئين مره واثنين وثلاثه، وكنت بوصل للاختبارات النهائيه وبمشي، ما كانش بيحصل نصيب، لكن كان عندي هدف ان انا اوصل النادي الاهلي صغير كبير. الحمد لله وصلت النادي الاهلي وكان حلم حياتي. بتمنى كل الناشئين ان هم دايما يحط هدف قدامه ويحاول يوصل له، مش من اول حاجه يقع او من اول حاجه يستسلم، لازم يحارب لاخر، زي ما احنا في الماتش اتعلمنا في النادي الاهلي في الماتش في اخر ثانيه بتحارب عشان تكسب، برضو انت لحد اخر نفس توصل لحلمك وهدفك جوه النادي الاهلي. النادي الاهلي كيان كبير، اي حد يتمنى يكون موجود فيه ويستغل الفتره اللي هو موجود فيها كان في الناشئين، وربنا يكرمه ويتصعد فوق، دي هتفرق معاه كتير جدا. ويحاول زي ما قلت ان يحط هدف قدامه ان هو يوصل كمان يبقى مثل اعلى لفخر مصر محمد صلاح او اي لاعب تاني،
نتمنى لكم التوفيق واتمنى للكابتن اسامه التوفيق، وان شاء الله كل واحد يكون عنده هدف وحلم يحققه باذن الله. وانا صغير كنت دايما حاطط قدامي هدف، دايما بحلم ان انا اوصل للنادي الاهلي، بسمع كلام كل المدربين اتمرنت معاهم ان انا انام بدري، احافظ على نفسي، اتمرن كويس، احاول وانا قاعد حتى بعيد عن الكره احاول ان انا افكر في اللي انا هعمله تاني يوم في الماتش، هعمل ايه او في التدريب. دي كل دي حاجات بتخليك ان انت يعني زي ما بيقولوا بتجهز، دي بتجهز لبكره، زي مثلا بيبقى داخل امتحان وبيحاول قبل الامتحان بيوم بيذاكر او بيراجع، دي كلها حاجات انا لحد دلوقتي انا بعملها. يعني وانا كبير قبل الماتش بيوم او قبل الماتش بساعات ببقى قاعد بشوف احداث الماتش ممكن تبقى ايه، الماتش ظروفه ايه، فرقه تبقى بتلعب التحامات جامده، بتلعب على دفاع جامد، كل ده بحاول ان انا ايه ببقى قاعد كده اراجع الماتش، ايه الاحداث اللي ممكن تيجي في الماتش عشان اكون مستعد لها او اكون مجهز لها. دي كلها حاجات طبعا هتفيدك كتير جدا، زائد ان انت لما يكون ليك مدرب، يعني حاول تاخد مدرب يكون قريب ليك، تحاول بعد كل تدريب تاخد بنصايحه، انا النهارده ايه اللي كان ناقصني في التدريب، انا النهارده كنت كويس، انا عايز اوصل اكتر من كده، ايه اللي انا اعمله، كل دي حاجات كويسه. زائد ان لو عندك نقص في عضلات معينه بحاول برضو تستفيد من مدرب او مدرب الاحمال، تقول له انا اشتغل في الجزء البدني او الجزء اللي هو التقويات، اشتغل زي كل دي حاجات هتخليك ان انت تبقى دايما جسمك كويس، دايما ان انت هتساعدك في حياتك في الماتشات وفي التدريب. دي كلها حاجات طبعا، والاكل لازم تاكل كويس ولازم تحافظ على نفسك، دي كلها حاجات عوامل ان هي تنجحك. يعني موضوع ان انت تمضي على بيض او كده انت بتتقدر من النادي، انت بتلعب في منظومه كبيره جدا، اي حد في الشرق الاوسط يتمنى يكون موجود في النادي الاهلي. حتة الماديات دي دايما تحطها ان هي ده رزق بتاع ربنا، هيجي لك جوه النادي بره النادي، هيجي لك في حاجة تانية بعيدة عن الكرة، كل حاجة بتبقى رزق. حب الناس ده رزق، لما ربنا يرزقك تتجوز يبقى عندك أولاد ده رزق، لما تكون ربنا يخلي لك والدك ووالدتك ده برضو رزق، ربنا مخلي ناس كتير جدا حبايبك أصدقائك وانت صغير، ده كله ده رزق. يعني ما تحسبهاش دايما فلوس، احسبها دايما حاجات تانية، احسبها دايما تاريخ وبطولات. انت لو ممكن تاخد في اي نادي تاني فلوس او تسافر بره تحقق فلوس، بس مش تحقق بطولات. يعني لما تيجي تبطل مش هتلاقي نفسك تاريخ، التاريخ اهم من الفلوس. لما تقعد كده قدام اهلك واولادك تفتخر باللي انت عملته، ببطولاتك، بتاريخك، بانجازاتك، ده كل ده حاجات احسن من الفلوس. وزي ما قلت لك ان الفلوس هتيجي ان ده رزق مكتوب عند ربنا، فلوسك هتكون يعني دي حاجه هتجيلك يعني، لكن البطولات والتاريخ ده بيبقى صعب. وفي مقولة بيقول لك يعني يعني الفلوس سهل، لكن البطولات يعني سهل تعمل فلوس بس صعب تعمل بطولات او تعمل تاريخ. دي حاجة انا يعني دايما بحب المقولة دي، ان فعلا يعني سهل ان انا ممكن اعمل فلوس في اي حاجة، لكن صعب ان انا اعمل تاريخ وبطولات غير من خلال نادي كبير زي النادي الاهلي. موضوع في الاخر طلع ان وليد سليمان خاتم سليمان، لا هو مش موضوع خاتم سليمان، هو انا خادم من النادي الاهلي. المقولة دي فعلا ان لو كل واحد فعلا خادم للنادي الاهلي بيتعب هتلاقي ربنا يكرمك. يعني بتتعب في التدريب او بتتعب انك انت تحاول تبسط الناس او جمهور النادي الاهلي، فعلا ربنا هيديك، وهيديك من حاجات كده بتبقى صعبه جدا او ماتشات صعبه جدا بتلاقي ربنا يوفقك ويكرمك فيها. ان يعني ربنا قال كده، يعني لما تتعب ربنا هيديك، يعني اتعب حتى لو حاسس ان انت في الماتش كل حاجه بعيده او كره بكسل او لا، ما تكسلش، حاول يعني ممكن كره تكسل فيها، لكن لو ما كسلتش فيها بعد كده هتيجي جول، او العكس تكسل فيها تيجي فيك جول بتشيلها من الجول. دي حاجات كلها يعني احنا مرينا بيها وشفتها كتير، لما بكسل في اوقات او ما بكسلش في اوقات ربنا هيديك. واتمنى التوفيق لكل واحد عنده طموح وكل واحد عنده هدف من خلال النادي الاهلي، واتمنى التوفيق للكابتن اسامه، وانا سعيد ان كنت موجود معاك النهارده كابتن اسامه. وليد سليمان وشنطة الإجوان، وكأنه كلمة السر وليد سليمان.
وليد سليمان على طريق كريستيانو. وليد سليمان يلقي بكلمة افتتاح ويضع النادي الأهلي في المقدمة. وليد سليمان الورقة الجوكر. إنما وليد إيه؟ لعيب من اللعيبة اللي عندها حلول. وليد سليمان على المختصين بهذا الحوار لبرنامج الأشبال. وليد سليمان قال نصائح مهمة جدا 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 في حواره ده. قال دايما ما تستسلمش، دايما تحلم وإن شاء الله ربنا هيحقق لك حلمك. بالرغم أنه هو يعني وصل لمكانة كبيرة ونجم كبير، لكن دايما بيسأل مدربينه على السلبيات الموجودة عنده، عايز دايما يشتغل عليها ويطور نفسه. دي رسالته لكل الناشئين الموجودين. ومن أهم الرسائل اللي قالها برضو، دايما تعرف وانت ناشئ صغير انك بتلعب في كيان كبير اسمه النادي الاهلي. ما تدورش على الماديات، دايما تدور على التاريخ وانت تصنع وانت لاعب صغير، ولما ربنا يكرمك انك تصنع تاريخ دايما دي تحطها قدام عينك. بنشكر طبعا الكابتن وليد سليمان على الحوار ده، وهو بيقول على نفسه انا خادم للنادي الاهلي. بنشكره المره الثانيه والثالثه، نجم كبير في الكره المصريه، ونتمنى له ان شاء الله التوفيق. ونتمنى ان شاء الله هو التوفيق هو وكل اللعيبه الموجوده ان يفرحوا كل جماهير مصر في بطولة أفريقيا. نروح لفاصل ونرجع لكم تاني. ورجعنا لكم مرة تانية، وهستعرض دلوقتي مع حضراتكم نتائج فرق القطاع خلال الأسبوع اللي فات. زي ما قلت حضراتكم ما شاء الله في نتائج كويسة، وعندنا إخفاق واحد هنتكلم عنه برضو. زي ما احنا شايفين دلوقتي نتائج فرق قطاع الناشئين بالنادي الأهلي، مواليد 99 الاهلي والجونه 3-1، واحرز الاهداف. حابب اقول الاسماء برضو اللي احرزوا الاهداف: صالح نصر هدفين، ومحمد فخري الوافد الجديد من غزل المحله. مواليد 2000 مركز شباب زينهم والاهلي، ونتيجه كبيره فوز النادي الاهلي 6-0. احرز الاهداف حمزه مصطفى هاتريك، وعلي ايمن هدفين، وميدو اسامه هدف. عندنا مواليد 2001 الاهلي وبيراميدز، فوز النادي الاهلي مباراه كانت مثيره، مباراه قويه جدا، فوز النادي الاهلي في اللحظات والثواني الاخيره. احرز الاهداف شادي رضوان، احمد اشرف، وعبد الوهاب علي. مواليد 2002 الاهلي والشبان المسلمين، وفوز كبير للنادي الاهلي 12-1 في دوري منطقه القاهره. احرز الاهداف احمد سيد غريب 6 اهداف، احمد عربي هدفين، محمد رضا هدف، وايمن عبد الله هدف، وعلي عمرو وعلاء الملك كل واحد فيهم هدف. الاهلي مواليد 2000 الاهلي مواليد 2003 الاهلي وانبي، وفوز انبي على الاهلي 5-1. طبعا دي نتيجه ما تليقش بالنادي الاهلي، لكن احنا دايما هنا في برنامج الاشبال هندعم فريق 2003 بقياده الكابتن عادل مصطفى، واكيد هيتم تصعيد لعيبه مميزه من 2004 لفريق 2003. لكن في فريق 2003 ودي لعيبه اول مره تلعب على مستوى الجمهوريه، النادي الاهلي ماشي صح انه دايما بيسجل اللعيبه المظبوطه. الفرق الثانيه دايما زي ما قلت لحضراتكم، وهيكون لينا حلقات مع مختصين وهنناقش القضايا دي، ان دايما في فرق بتبحث عن النتيجه وفرق بتبحث عن البطوله بس، لكن ملهاش نظره مستقبليه. في 2003 في فرق، انا مش عايز اختص بانبي بس، لكن في فرق بتأيد لعيبه ممكن فوق السن، لعيبه مسننه، هي همها كله ان انا اخد بطوله في الوقت الحالي. لكن النادي الاهلي دايما ليه نظره مستقبليه، لكن زي ما قلت لحضراتكم 2003 هندعمهم وهسندهم، واكيد ان شاء الله كابتن فتحي مبروك والقطاع كله هيدعم 2003 في الاختبارات وبلعيبه مميزه خلال الفتره الجايه. هنشوف مع حضراتكم بقيه الجدول. معانا 2004 فوز كبير الاهلي على الضرب الاحمر 6-0 في بطوله منطقه القاهره. معانا ترتيب فرق الشباب بدوري الجمهوريه، معانا الجدول كامل. مواليد 97 فريق كابتن عادل عبد الرحمن، الاهلي متصدر طبعا، ودي لقطه من احلى اللقطات عندنا. هنشوف دلوقتي ترتيب الفرق كلها، والاهلي متصدر كل المسابقات. الاهلي لعب 5 مباريات، فاز في 4، تعادل في 1، ما فيش خساره، عنده 13 بونت. عندنا في المركز الثاني مصر المقاصه عنده 12 نقطه، حرس الحدود في المركز الثالث 11 بونت، عندنا بتروجيت في المركز الرابع 10 بونت، عندنا الاسماعيلي في المركز الخامس 9 بونت، عندنا امبي برصيد 8 بونت، عندنا نجوم اف سي برصيد 8، طلائع الجيش في المركز الثامن رصيد 8، عندنا الجونه في المركز التاسع برصيد 7 بونت. هنشوف تكمله الجدول معانا دلوقتي.
ترتيب فرق الشباب. تكملة الجدول الاتحاد السكندري في المركز العاشر برصيد 7 بونت، الزمالك في المركز 11 برصيد 7 بونت، بيراميدز في المركز 12 7 بونت، الداخلية مركز 13 4 بونت، الانتاج الحربي في المركز 14 3 بونت، عندنا سموحة في المركز 15 3 بونت، عندنا وادي دجلة في المركز 16 2 بونت، المقاولين العرب في مركز 17 عنده بونت، واخيرا المصري في المركز الاخير 18 برصيد نقطه واحده. هنروح برضه نشوف ترتيب فرق بطوله دوري الجمهوريه تحت 19 سنه. كابتن مدحت طه فريق 99 ما شاء الله، برضه زي ما قلت لكم هيبقى من احلى اللقطات. عندنا فريق الاهلي متصدر كل البطولات، المركز الاول الاهلي 16 بونت بيتقاسم مع الاسماعيلي بنفس الرصيد برضو الاهلي والاسماعيلي، لكن الاهلي فارق بعدد الاهداف. الاسماعيلي في المركز الثاني برضو بنفس النقط 16 بونت، عندنا بيراميدز في المركز الثالث 13 بونت، الانتاج الحربي في المركز الرابع 12 بونت، عندنا المقاولين العرب في المركز الخامس 12 بونت، عندنا مصر المقصة مركز السادس ب 11 بونت، الاتحاد مركز السابع 11 بونت، انبي في المركز الثامن 10 بونت، طلائع الجيش في المركز التاسع بتسعة بونت، عندنا بعد كده الزمالك في المركز العاشر 9 بونت، حرس الحدود في المركز 11 8 بونت، بتروجيت في المركز 12 8 بونت، عندنا نجوم اف سي مركز 13 8 بونت، سموحة في المركز 14 7 بونت، وادي دجلة في المركز 15 5 بونت، المصري 16 4 بونت، والجونة برضو 17 4 بونت، والداخلية في المركز الأخير مركز 18 4 بونت. نروح دلوقتي لترتيب فرق ناشئين مواليد 2001 بقيادة الكابتن أحمد سراج. الأهلي متصدر، لعب 8 مباريات فوز في 8 مباريات، مفيش تعادل مفيش خسارة، أقوى خط هجوم 30 هدف، أقوى خط دفاع 3 أهداف، عنده 24 بونت. عندنا طلائع جيش المركز الثاني 20 نقطة، حرس الحدود في المركز الثالث 16 نقطة، بتروجيت في المركز الرابع 15 نقطة، المركز الخامس المقصة 13 نقطة، إنبي في المركز السادس 13 نقطة، الزمالك في المركز السابع ب 11 بونت، الاتحاد في المركز الثامن 11 نقطة، والإنتاج الحربي في المركز التاسع برصيد 9 نقاط. ده كان ترتيب المسابقات. معانا هنشوف دلوقتي بقى الأهداف، هنشوف دلوقتي أحلى الأهداف وكل الأهداف خلال الأسبوع اللي فات معانا بالصوت والصورة. آدي الكورة وآدي الهدف الأول، هدف أول لفريق الجونة، توقيته تايمينج أفضل من رأي، يلعبها فخر أرضية، جول 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 لفخري، فخري يلعب الأرضية، يعلق أرضية، يا ولد يا ولد يا ولد، بركات اوعى اوعى بركات الزئبقي، زياد واحد والتاني زياد، زياد العرضية قوية، صالح يا ولد يا ولد، جول 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 جول. أحمد سيد يلعب في اتجاه عبد الوهاب، كعب القدم فين يا عبد الوهاب؟ حمادة الفيل وهي جاية، عبد الوهاب عدى يلعب عرضية، حمادة عدال شادي، يا ولد يا ولد يا ولد، جول 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 جول، جوه جول الفراري، وادي ركلة حرة، إبراهيم عادل يلعبها على القائم الأول، جول 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 جول. أحمد سيد عبد النبي يلعب ويعلق، عبد النبي، عبد الوهاب يطلع، عدت أشرف، جول 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 جول. لحق رمضان يلعبها أرضية أرضية، استلم اللعب مازن 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 يلعبها فين يا مازن، جول 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 جول. لقاء مثير في شوطه الثاني ما بين الاهلي وبيراميدز، اتلعبت وتعلقت في اتجاه لعب مغربي، جول جول جوه جول عبد الوهاب، لعبت وتحرك من اللاعب محمود صابر، محمود صابر لعبها عرضيه عرضيه غريب، جول 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 جول. يلعب ويعلق في اتجاه علي عمرو، علي علي علي، لكن يا ولد يا ولد يا ولد، وادي هدف تاني لانه موه عربي، طلع محمود صابر صابر صابر، عدى صابر، استنك كورتو، عدى صابر صابر صابر، يلعب عرضيه عرضيه غريب غريب، يتصوب ويسدد، عدت هدف ثالث. طالع ومتكلم زياد، عجبني الربط اللي بينه وبين لعيب النادي الاهلي، عربي من رضا عربي، يا ولد يا ولد يا ولد، على الرابع، الهدف الرابع احمد عربي،
محمود صابر، محمد رضا، يا ولد يا رضا، يا ولد يا رضا، غريب غريب غريب، عدى غريب غريب، جول 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 جول. لعب احمد السيد غريب، يلعب لعلي عمرو مع غريب، عجبني الهارموني والانسجام اللي ما بين الاثنين. اتلعبت العرضيه وادي الراسيه، محمد رضا، محمد رضا، والهدف السادس، وايمن عبد الله، وهدف سابع للنادي الاهلي، الهدف السابع للنادي الاهلي. محمود صابر عدى، عدى صابر العرضيه، الارضيه، جول جول جول، هدف الثامن للنادي الاهلي. علي عمرو يلعب الملكي، يا ولد يا ملكي، يا ولد على التحرك، زيدان زيدان زيدان، جول 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 جول. عدى اللعب نجاح لاحمد ايمن، مره تانية لعبت ابو جبل، عدى عدى، وادي هدف اول، مقطوعه مره تانية، محمد خالد، ماشي خالد، خالد يلعبها في اتجاه غريب، غريب، جول 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 جول. 10-1 للنادي الاهلي. انك تعود اللعيب بتاعك على اللعب واحترام المنافس، وادي غريب والهدف ال11 بالقميص رقم 11، غريب يضع الهدف رقم 11 للنادي الاهلي. سليم، سليم عدى، سليم اخترق، سليم عمرو غالب، سليم يلعب تمريره في اتجاه عبد الرحمن زيدان، صوب سدد، يصوب ويسدد، جول 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 جول. ترتيب فرق القطاع في بطولة الجمهورية، هنشوف دلوقتي ترتيب فرق القطاع بقى في منطقة القاهرة، فريق 2000 وفريق 2002 وفريق 2004، هنستعرضه مع حضراتكم دلوقتي على الشاشة علشان نشوف برضو ترتيب النادي الأهلي على الشاشة. زي ما احنا شايفين دلوقتي ترتيب بطولة سوبر منطقة القاهرة مواليد 2000، النادي الأهلي في المركز الأول برصيد 13 نقطة، وادي دجلة في المركز الثاني 13 نقطة، مصر التأمين في المركز الثالث 11 نقطة، الجيش في المركز الرابع 10 بونت، شباب عين الصيرة في المركز الخامس 7 نقاط، السكة الحديد في المركز السادس 7 نقاط، الاتصالات في المركز السابع 6 نقاط. مواليد 2000 برضو لسه مستمرين، مصر القاهري في المركز الثامن 6 نقاط، المعادي واليخت في المركز التاسع 5 نقاط، المقاولين في المركز العاشر 4 نقاط، سرايا القبة في المركز ال11 4 نقاط، شباب زينهم مركز 12 4 نقاط، الغابة في المركز ال13 4 نقاط، النصر في المركز الأخير 3 نقاط. هنروح دلوقتي ل 2002، ترتيب بطولة منطقة القاهرة لمواليد 2002 اللي بيقودهم الكابتن ياسر محمدين. النادي الأهلي في المركز الأول لعب 4 مباريات، فاز في 4، مفيش تعادل، مفيش خسارة، عنده 12 نقطة. مصر التأمين برضو متقاسم معاه الصدارة، لكن الأهلي متصدر بالأهداف 12 نقطة، شبان الحلمية مركز الثالث 9 نقاط، مركز شباب الساحل 6 نقاط، المركز الرابع قطة في المركز الخامس 6 نقاط، وعرب غنيم في المركز السادس. عندنا ترتيب فرق ناشئين مواليد 2004، ما شاء الله حقيقي النتائج كويسة طبعا مع كابتن محمد سعد والكابتن معتز اينو النجم الصاعد في عالم التدريب. النادي الاهلي في المركز الاول لعب 5 مباريات، فاز في 5، مفيش تعادل، مفيش خساره، اقوى خط هجوم، اقوى خط دفاع، عندنا 15 نقطه، المقاولين العرب في المركز الثاني 15 نقطه، الشرطه في المركز الثالث 10 نقاط، الضرب الاحمر المركز الرابع 4 نقاط، مصر الجديده المركز الخامس 4 نقاط، السكه الحديد المركز السادس 3 نقاط، عندنا الاتصالات في المركز السابع 3 نقاط، النصر المركز الثامن 3 نقاط، الطيران في المركز التاسع برصيد نقطة واحدة. هنشوف دلوقتي بقى مع حضراتكم، احنا استعرضنا دلوقتي الأهداف كلها، لكن اخترنا لكم دلوقتي أحلى 3 أهداف من خلال الأسبوع اللي فات، هنشوفهم دلوقتي مع حضراتكم وهنتكلم عن أحلى 3 أهداف. زياد العرضية قوية، صالح يا ولا جول، هدف حلو جدا، كرة عرضية هنشوفها دلوقتي، كرة عرضية، بقي صالح نصر بالهدف، زياد طارق، وشوف صالح نصر حطها عكس حارس المرمى، هدف حلو جدا. ده الهدف الثاني طبعا بتاع نجمنا شادي رضوان مواليد 2001، وفي مهارة عالية جدا، يعني تحس ان شادي رضوان بيلعب كرة شراب في الحتة دي، مهارة عالية في مساحة صغيرة جدا ويحطها بالتركيز ده، وبيركنها كمان، مش بيسددها اي حاجة، لا ده بيركنها وعارف بيحطها في انهي زاوية، تحس ان شادي رضوان يعني لعيب كرة شراب. العرضية طبعا حلوة من عبد الوهاب علي، عدى حلو جدا من ناحية اليمين وعمل العرضية، مهارة الاستلام في خرم إبرة، مهارة المراوغة، مهارة إنهاء الهجمة،
دي كلها مهارات كتير تجمعت في شادي رضوان في الهجمة دي. ده الهدف الثالث معانا، محمد فخري الوافد الجديد من النادي الأهلي حط كرة ثابتة بمهارة عالية، يعني بيفكرنا طبعا ببيرلو لاعب اليوفي ومنتخب إيطاليا على طريقة بيرلو. هنشوف تاني مع بعض دلوقتي الهدف، هو محطاش من فوق الحيطة، حطها من تحت، عارف إن الحيطة في اللحظة دي بتنط لفوق فهو حطها من تحت. معانا دلوقتي تشكيل الأسبوع، أفضل تشكيلة تألقت خلال الأسبوع اللي فات وأبرز المواهب اللي ظهرت خلال الأسبوع اللي فات. زي ما قلت لحضراتكم دايما في كل أسبوع بناخد أفضل المواهب اللي اشتغلت كويس، اتمرنت كويس، ممكن يكون لعيب ظهر مستوى كويس لكن يكون عمل لقطة مش مميزة ما بناخدوش معانا، دايما بناخد أفضل سلوكيا وأفضل فنيا. فهنشوف مع حضراتكم دلوقتي أفضل تشكيلة لقطاع الناشئين بالنادي الأهلي خلال الأسبوع اللي فات. هنستعرضها مع حضراتكم دلوقتي. في حراسة المرمى محمد أشرف مواليد 2000، هو حارس محمد أشرف حارس مواليد 2001 ودايما بيصعد مع 2000. عندنا باك رايت زياد أسامة مواليد 2004 من العناصر الأساسية وصنع لحد دلوقتي 5 أهداف. عندنا محمد شكري باك ليفت مواليد 99 ومن العناصر الأساسية، وهو محمد شكري من اللعيبة اللي عندهم النزعة الهجومية وهو بيلعب باك ليفت وكان من أفضل اللعيبة في لقاء الجونة الأخير. عندنا محمد مغربي مساك مواليد 2000 وكان من نجوم مباراة بيراميدز الأخيرة اللي فاز فيها النادي الأهلي 3-2. عندنا برضو جنبه مصطفى إلياس مواليد 2000، مركزه الأساسي بيلعب باك ليفت لكن تم توظيفه في المباراة الأخيرة مساك وأدى فيه ببراعة. عندنا في خط الوسط أحمد نبيل كوكا خط وسط مدافع مواليد 2001 من أفضل اللعيبة برضو اللي تألقت في مباراة بيراميدز الأخيرة. عندنا محمود بشار، محمود بشار ده من اللعيبة الواعدة، بيلعب خط وسط وجناح هجومي، بيلعب ممكن في نص ملعب دفاعي وممكن بيلعب تحت المهاجم في مركزين مواليد 99. عندنا احمد سيد غريب وده ابن الكابتن سيد غريب نجم النادي الاهلي السابق، جناح هجومي بيلعب تحت المهاجم مواليد 2002 واحرز الاسبوع ده 6 أهداف في لقاء الاهلي امام الشبان المسلمين. محمد فخري صانع مواليد 99، ده الوافد الجديد من غزل المحله من اللعيبه ان شاء الله نتنبأ لها انه يكون موجود في الدرجه الاولى، وده كان اول اهدافه في لقاء الجونه احرزه على طريق بيرلو اللعيب الايطالي. حمزه مصطفى مواليد 2004 بيلعب تحت المهاجم، احرز 2 هاتريك في اخر ماتشين امام النصر وامام الضرب الاحمر. عندنا مصطفى حسين افريقي الملقب افريقي، ده اسم الشهره بتاعه، مواليد مهاجم 2000، شارك في 30 دقيقة من مباراة شباب زينهم، كان بديل ونزل وأحرز 3 أهداف في المباراة دي. تشكيلة القطاع خلال الأسبوع اللي فات. معانا بقى كمان أحسن لقطة خدناها من المباريات اللي فاتت، هي كانت لحمزة مصطفى مع ميدو أسامة. اللي هيحرز الهدف في الكورة دي حمزة مصطفى، ده الهدف الاولاني اللي جابه، وهو بيحتفل بالهدف راح للكابتن محمد سعد مدربه، فالكابتن محمد سعد وهو يعني بيسلم عليه قال له روح لمعتز ايمن. فاحنا دايما لما نشوف الروح الطيبه الروح الجميله ما بين الجهاز الفني وما بين اللعيبه دايما هنشوف نجاح وهنشوف دايما فوز وهنشوف دايما حاجه كويسه داخل القطاع. دي الروح كويسه. لقطة الأسبوع بقى الحلوة، اللقطة اللي معانا اللي بعد الهدف هو برضو نفس اللاعب حمزة مصطفى، بعد ما بيحرز هدف بيروح بيحتفل بالهدف مع زميله في نفس الفرقة ميدو أسامة، والاتنين على فكرة بيتنافسوا على لقب الهداف هما الاتنين. فلما تشوف الروح الطيبة في مواليد 2004 مع لعيبة صغيرة ده روح كويسة. طبعا دي لقطة الأسبوع عندنا ما بين حمزة مصطفى وميدو أسامة. لسه مستمرين مع حضراتكم دلوقتي ونشوف اهم الاخبار داخل القطاع. عندنا بيهزم الامارات بهدف نظيف وديا، كابتن شوقي غريب طبعا نتمنى التوفيق خلال الفتره الجايه مع كل الجهاز المعاون ليه، الكابتن وائل رياض والكابتن محمد شوقي لعبوا ماتشين في الامارات، اول مباراه انتهت 0-0، المباراه الثانيه فوز المنتخب الاولمبي على منتخب الامارات 1-0، احرز الهدف طاهر محمد طاهر. هنقول لكم التشكيله برضو اللي بدا بيها الكابتن شوقي غريب من عمر رضوان في حراسه المرمى، اسامه جلال ومحمود الجزار ومحمد غنام واحمد ابو الفتوح،
واكرم توفيق ومحمود مرعي وناصر ماهر وكريم ندفد وطاهر محمد طاهر، وفي الهجوم كان ناصر منسي. هي دي التشكيله اللي بدا بيها الكابتن شوقي غريب في الامارات. طبعا خلال فتره جايه اكيد الكابتن شوقي هيعمل ان شاء الله مباريات كتير عشان يعني يوصل لافضل تشكيله ان شاء الله للمنتخب الاولمبي اللي هيستعد بيها لكاس الامم الافريقيه اللي هتكون موجوده في مصر في 2019. معانا برضو من ضمن نروح لاخبار القطاع في المواقع، اخبار القطاع في المواقع من الموقع الرسمي للنادي الاهلي. هنشوف دلوقتي مع حضراتكم، وزي ما قلت لحضراتكم دايما محتاجين كل الصحف كل المواقع لازم تسلط الضوء على الناشئين الموجودين في مصر. عندنا اول خبر لينا محمد فضل يفسر ريال كورة سبب تفكير الاهلي في صفقات الناشئين، ودي زي ما قلت لحضراتكم دي السياسه بتتبعها لجنه الكوره ولجنه التعاقدات بالنادي الاهلي، انها دايما يبقى في تدعيم للفريق الاول ماشيين في نفس السكتين مع بنفس الطريقه، الفريق الاول بلعيبه فتره الانتقالات الصيفيه او الشتويه، ودايما بدعم لقطاع الناشئين بلعيبه مميزه تتعلم داخل القطاع عشان لما تطلع ان شاء الله الفريق الاول تبقى اتعلمت كل حاجه. عندنا تاني خبر كابتن مدحت طه، هدف الجونه اربك الحسابات والفوز يؤكد شخصيه البطل. انتهت المباراه فوز كمواليد 2003-1 على الجونه، لكن الجونه هو اللي احرز الهدف الاول وتقدم، لكن ظهرت في المباراه دي روح الفانيلا الحمراء واللعيبه كانت مميزه بشكل كبير جدا، فده يعني زي ما بيقول الكابتن مدحت الفوز يؤكد شخصيه البطل. كابتن امين عرابي يشيد باداء ناشئي الاهلي بعد الفوز على شباب زينهم. ومعانا على التليفون دلوقتي الكابتن وائل رياض مدرب منتخب مصر الاولمبي. دلع السلامه يا كابتن وائل. الله يخليك يا كابتن اسامه، ربنا يخليك وببارك لك طبعا على البرنامج الجميل بتاعك، وان شاء الله تبقى يعني حلقات مميزه وتقدر انت تغطي اشبال مصر كلهم باذن الله ومسابقات كلها ان شاء الله. طمنا بقى على المنتخب الاولمبي، خاصه ان انت لسه راجع من الامارات وكان عندكم ماتشين مهمين مع منتخب الامارات. ولا حاجه، احنا ده يعني استكمالا للاستعدادات بتاعتنا عشان البطوله بتاعتنا باذن الله لك موجوده في مصر في نوفمبر 2019، بطوله افريقيا المؤهله لاولمبياد طوكيو 2020 باذن الله. فكابتن شوقي عمل مجموعه من المباريات الوديه طبعا مرتبطه بالاجنده الدوليه عشان المنتخب الاول، يعني في نفس توقيتات المباريات الرسميه والوديه للمنتخب الاول. انت كمنتخب اولمبي بتبدا تعمل مبارياتك مع نفس الجدول ده، فالمنتخب الاول كان عنده اجنده، فاحنا طبيعي برضو عندنا اجنده دي دوليه، واتفقنا مع منتخب الامارات على اقامه مباراتين ما بيننا وما بينهم، وتعادلنا في المباراه الاولى وضيعنا كم كبير جدا من الفرص، وفي المباراه الثانيه كسبنا 1-0 برضو، انما المباراه كانت تخلص بسكور اكتر من كده، ولكن كان في عدم توفيق شويه من المهاجمين بتوعنا، انما في الكوره وارد جدا ومهم ان انت تكسب في اي ظروف، والحمد لله ده اللي حصل. يعني لعبنا كم من المباريات، ان شاء الله لسه عندنا مباراتين في شهر نوفمبر القادم، ويبقى عملنا في 2018 منذ تكويننا في شهر فبراير عملنا 10 مباريات وديه، ولسه ان شاء الله نلعب 10 مباريات وديه زيهم في 2019. ابرز الفرق الافريقيه اللي لعبتوا مع مين يا كابتن وائل؟ لا الفرق لعبنا تونس ولعبنا الجزائر. ثلاث مباريات لعبنا تونس، مباراه اتغلبنا فيها 2-1 تونس، ولعبنا الجزائر مباراتين اتعادلنا مباراه وكسبنا مباراه. وعندنا يمكن شهر 11 اللي جاي ان شاء الله باذن الله عندنا مباراتين مع منتخبين باذن الله افريقيا، تونس مباراه منهم. يعني اكيد طبعا الاختيارات بتتم من الدوري الممتاز ليهم الاولويه او من المحترفين، لكن يعني الكابتن شوقي غريب مع الجهاز المعاون ليه بتنزلوا دوري الشباب بتاع 97 يا كابتن وائل؟ يمكن زي ما انت قلت، يمكن احنا طبيعي جدا ان اللاعب بيلعب مع الفريق الاول مواليد 97 بيلعب مع الفريق الاول، اذا احتكاكه هيبقى اكبر، اذا خبراته هتكتسب بشكل اقوى، حتى تمرينه هيبقى مختلف مع الفريق الاول عنه عن فريق الناشئين او فريق الشباب او الفريق الاولمبي بتاع النادي بتاعه مواليد 97، فبيبقى ليه الاولويه اكيد، ولكن ما بنحاولش ان احنا نظلم حد، فبننزل كل المباريات بالتنسيق مع الكابتن شوقي، بنحط جدول كل المدربين بيبداوا ينزلوا، الفنيين طبعا تمام. بينزلوا يتفرجوا على المباريات
بتاعت المسابقه بتاعت 97. تمام. اتفرجنا على كذا فريق واكيد هنعمل في فكره كده ان شاء الله كابتن شوقي يعني احتمال يطبقها هي ان يحصل تجمعات صغيره وقصيره للاعبين المميزين من دوري الشباب. تمام. عشان نقدر ان احنا نحكم عليهم بشكل قوي يعني. يعني الفرصه متاحه للجميع في المنتخب مصر الاولمبي. احنا طبعا عارفين ان الاولويه دايما لمنتخب مصر الاول. ممكن نشوف رمضان صبحي خلال المباريات الرسميه مع منتخب الاولمبي؟ وارد طبعا بشكل قوي جدا ان يحصل تنسيق ما بين المدير الفني كابتن شوقي غريب للمنتخب الاولمبي وبين جيري المدير الفني للمنتخب الاول حول رمضان صبحي، محمد صادق من الاسماعيلي، صلاح محسن من النادي الاهلي، دول الثلاثه اللي يمكن هم الفتره اللي فاتت وكمان غايب عن ذهنك دلوقتي. ايه اتفضل كابتن وائل. بيحصل تنسيق بشكل قوي جدا عن اللعيبه الاختاره بحيث ان احنا نبقى عارفين مين اللي ممكن يكون موجود معانا ومين اللي مش موجود. بس اعتقد في المباريات الرسميه يا كابتن اسامه يعني هيبقى اكيد منتخب مصر الاولمبي هيبقى فيه كل العناصر القوه بتاعته لان احنا بنمثل مصر وبنلعب عشان نوصل للاولمبياد، فاكيد مش هيحصل اي خلل في التنسيق ما بين المنتخب الاول والمنتخب الاولمبي ان شاء الله. كابتن وائل رياض مدرب منتخب مصر الاولمبي، بنتمنى لك التوفيق انت وكل الجهاز اللي معاك، كابتن شوقي غريب طبعا المدير الفني وكل محمد شوقي وكل العناصر الموجوده، نتمنى لكم ان شاء الله التوفيق ونقدر مصر تروح الاولمبياد اللي جايه ان شاء الله. هروح لحضراتكم دلوقتي مع تقرير عن مباراه الاهلي وجونا ونرجع لحضراتكم مره ثانيه. احنا طبعا بدينا الماتش متراخين شويه وللاسف دخل فينا هدف عكس اتجاه اللعب بباصه مش مظبوطه. الهدف ده اثر علينا فتره من الوقت يعني تقريبا نص الشوط الاولاني لما الولاد ابتدت تفوق شويه وابتدينا نلم نفسنا وابتدينا نهاجم ونضيع فرص كتير، وربنا كرمنا في نهايه الشوط الاولاني جبنا هدف اتعادلنا. وبين الشوطين كلمت الولاد قلت لهم الفريق البطل اللي عايز يكسب البطوله لازم يلعب 90 دقيقه بشكل كويس وبشكل مناسب، لكن ما ينفعش كل ماتش احنا نبدا ويخش فينا جون وبعدين نبدا نعوض. يمكن اربع خمس ماتشات من الماتشات اللي فاتت دايما بيخش فينا جون الاول بعد كده نتعادل وبعد كده نكسب، فدايما ليه بنبدا وحش؟ فده الكلام اللي انا قلته للعيبه الشوط الثاني، والحمد لله ربنا كرمنا اول الشوط الثاني نزلنا جبنا جونين، واعتقد ان الماتش تقريبا يعني بنسبه 90% حسم. ابتدى بقى طبعا عاده اللعيبه الدلع بقى ان كل واحد عايز يجيب جون والناس مريحه. الفتره اللي جايه دي ان شاء الله هنعالج السلبيات دي ان شاء الله. الحمد لله النهارده على المكسب، الحمد لله اللعيبه ادت اداء كويس جدا، في اخطاء بس احنا حاولنا نعالجها الفتره الجايه. عندنا بيراميدز الماتش الجاي ان شاء الله نفكر ندوس على نفسنا شويه الفتره الجايه دي الاسبوع ده عشان عندنا ماتش قوي، عندنا بيراميدز في معانا في المنافسه برضو، عايزين ان شاء الله احنا النادي الاهلي بنلعب على بطوله، عايزين ناخد البطوله ان شاء الله باذن الله، هنتعب وان شاء الله هنكسب ان شاء الله الماتش الجاي ان شاء الله. الحمد لله على المكسب ان شاء الله، والحمد لله يعني الماتش ده خلصنا 3 نقط وان شاء الله يعني كده بقى لنا 5 ماتشات بنكسب ان شاء الله، يعني الاهلي على طول بيدور على المكسب بس، وان شاء الله عندنا بيراميدز الماتش الجاي يعني مكسب برضو ان شاء الله. كان في مشاركه ناجحه لاسماء من قطاع الناشئين مع الفريق الاول في الوديه بتاعت مصريه للاتصالات. زي ما قلنا لحضراتكم ان شاء الله مستر باتريس كارترون هيسلط الضوء بقى خلال الفتره الجايه على قطاع الناشئين، وده هدفنا اللي احنا اتكلمنا عنه، هدفنا الكبير من خلال برنامج الاشباه. الحمد لله في اسماء انضمت في وديه مصريه للاتصالات ولعبت وتالقت كمان. هنقول لكم الاسماء دلوقتي. شارك مصطفى شوبير مواليد 2000 في حراسه المرمى، محمد عبد المنعم مساك مواليد 99، وافتكروا معانا الاسماء دي، كريم يحيى باك رايت 98، ومحمد محمود ابراهيم شهرته ميشو مساك، وميشو ده لما انا كنت شغال في النادي الاهلي في قطاع الناشئين من 3 سنين كنت مدرب عام مع الكابتن سمير كمونه كمدير فني، احنا اللي جبنا ميشو من الجونه، كان هو ولاعب تاني مهاجم معاه كان لعيب قوي جدا برضه ومهاجم مميز، لكن شكينا شويه في اوراقه وفي سنه فتم استبعاده وابقينا على ميشو اللي احرز الهدف
قدامكم ده. هو مواليد 98 وممسكين المميزين اللي احنا الحمد لله انا وكابتن سمير كمونه ضمناهم لقطاع الناشئين من حوالي 3 سنين. عندنا برضو عمار حمدي خد فرصه في مباراه المصريه للاتصالات وظهر بشكل مميز ما شاء الله ومن الاضافات القويه لقطاع الناشئين. وانا يعني براهن دايما على عمار حمدي ان شاء الله هيكون لي مستقبل كبير مع النادي الاهلي. شفنا احمد حاتم برضو باك ليفت مواليد 98. دي الاسماء وكنا حابين نعرف جمهور النادي الاهلي بالاسماء اللي لعبت ودي من خريجي قطاع الناشئين بالنادي الاهلي. زي ما قلت لحضراتكم دايما قطاع الناشئين بالنادي الاهلي ولاد ودايما في مواهب كبيره زي ما شفنا شادي رضوان واتكلمنا عنه. النهارده معانا موهبه ان شاء الله انا بتنبأ له ان شاء الله بعد 3 سنين او 4 سنين هيكون من اقوى اللعيبه اللي هيجوا في تاريخ مصر. هو مواليد 2005. هنشوف تقرير عن نجمنا اللي على الطريق يوسف عفيفي ونرجع لكم تاني. اسمي يوسف عفيفي بلعب نادي الاهلي مواليد 2005 من محافظه القاهره بلعب في مركز صانع العاب. بدايه الكره كان عندي 4 سنين في اكاديميه النادي الاهلي. كان ساعتها مسكنا كابتن محمد حافظ وعبد السلام الزقازيقي وساعتها كان كابتن عبد النبي عاشور بيختار المميزين عشان يساعدهم لقطاع ناشئين النادي الاهلي. بعد كده لعبت في قطاع ناشئين النادي الاهلي كابتن عبد النبي عاشور اختارني ولعبت مع كابتن حسام عكاشه. كان ساعتها بنلعب خماسي كنت بلعب مركز باك يمين وكان ساعتها اول دوري ليا. الحمد لله كنت ساعتها هداف الاهلي وكانت صراحه الدوري ساعتها كان دوري جميل جدا والمباريات كانت ممتعه جدا. مرت مع كابتن حسام عكاشه وكان امين عرابي وكابتن احمد سمير طبعا كان ليه فضل كبير عليا وكابتن جمال السيد. طبعا كابتن احمد سمير لعبني في مراكز كتير وطلع فيا مواهب ما كنتش اعرفها يعني طلع فيها حاجات كتير. لعبت في مراكز كتيره لعبت في مركز باك يمين وهاف يمين ومهاجم وصانع العاب. طبعا تكون كابتن فريق النادي الاهلي ده حاجه كبيره جدا لازم ادافع عن الفانيلا الحمراء ولازم اكون قائد جوه الملعب واواجه زمايلي ودايما لازم اكون قوي جوه الملعب لان دايما انا بمثل الفريق. قميص النادي الاهلي ده حاجه كبيره بالنسبه لي لازم اضحي عشانه لان هو طبعا ده اعظم نادي في الكون واحسن فريق في افريقيا. يعني في البدايه دايما بروح المدرسه بطلع من المدرسه من الحصص عشان اروح التمرين دايما بكون مركز في التمرين دايما وانا جوه التمرين بيبقى جد مفيش هزار عشان دايما ربنا يوفقني في الماتشات. لما بطلع من المدرسه واروح التمرين بيبقى طبعا تعب بالنسبه لي وغير كده بيبقى مفيش وقت للدراسه والتمرين في يعني 2 وقتهم كتير بالنسبه لي فوقت الراحه بيبقى قليل. صلاح مجتهد نفسي ابقى نفس اجتهاده وطموحاته ونفسي اقدم احسن من اللي هو عمله وميسي طبعا لعيب يعني ما فيش احرف منه قدم طبعا بطولات كتير مع برشلونه نفسي احقق بطولات كتيره طبعا مع النادي الاهلي. اللعيب اللي بيلعب في النادي الاهلي لازم يكون مجتهد ولازم يكون مركز في تمرينه ويقرب من ربنا طبعا ولازم ما يركزش في حاجات جوه التمرين يعني ما ينفعش اركز في حاجات بره التمرين وهو في التمرين لازم يفرق بين الجد والهزار. اول حاجه لازم يكون في روح رياضيه مع الفريق اللي ضدنا وقبل اي ماتش لازم احفز زملائي عشان نكون داخلين الماتش بحماس وتكون فرصتنا لفوز اكبر. كان ليه فضل كبير عليا كابتن احمد سمير وكابتن تامر حفني وكابتن محمد حافظ وكابتن عبد السلام وكابتن حسام عكاشه مدربين كتير يعني كابتن جمال السيد كانوا ليهم فضل كبير عليا. يعني كان نفسي طبعا العب مع كابتن حمد ابو تريكه ووليد سليمان وحسام غالي كان نفسي الحق العب معاهم لكن للاسف ما مش عارف. الحلم اللي نفسي احققه مع النادي الاهلي ان اجيب بطولات كتير مع النادي الاهلي واكون انا ضمن التاريخ النادي الاهلي وان شاء الله اشرف النادي الاهلي لما اكبر ان شاء الله. من اللحظات اللي انا ما انساهاش زي هدف الاسماعيلي كان هدف مهم جدا وخلاني بصراحه كنت مبسوط جدا لما جبت الجون. وفي مباريات برضو جبت جون في مباراه في انبي كان جون مهم جدا وخلانا ناخد الدوري
انا في دوره السويد تقريبا كنت جايب 10 اهداف، وفي اول دوري ليا مع حسام عكاشة لما كنا نلعب خماسي كنت جايب 12 جون، ومع كابتن احمد سمير كنت جايب في مره 13 جون. فالحمد لله دايما بكون هداف الفريق. السنه اللي فاتت قبل ما اخدتها كانت بطوله الصيد والمهرجان، كان ساعتها مهرجان اخذنا البطوله الحمد لله، ولما رحنا دبي شرفنا الاهلي وكسبنا مباريات والحمد لله. يعني لو نصيحه لاي لعيب نفسه يلعب في النادي الاهلي، لازم يجتهد ولازم يركز في التمرين ولازم يكون عنده موهبه طبعا، ولازم يكون قريب من ربنا عشان ربنا يوفقه. اكيد لاقول لعيلتي اول حاجه، واقول الكباتن اللي مرنوني اكيد بشكرهم، لان هم لولاهم ما كنتش انا دلوقتي بقيت لعيب في النادي الاهلي. انا بوعد جمهور النادي الاهلي ان شاء الله اشرفكم لما اكبر واجيب بطولات مع النادي الاهلي ان شاء الله. فاصل، وبعد الفاصل ان شاء الله استقبل ضيفي كابتن احمد سراج المدير الفني لفريق 2001. رجعنا لكم بعد الفاصل ومعايا ضيفي كابتن احمد سراج. ازيك يا كابتن احمد سراج؟ اهلا وسهلا كابتن اسامه، ومتشكر على الاستضافه طبعا. ده انت مشرفنا ومنورنا النهارده في برنامجك الناجح، ربنا يكرمك طبعا في تعريفة الجماهير النادي الاهلي ومحبي النادي الاهلي بقطاع الناشئين. يعني كابتن احمد سراج طبعا يعني لعب في ناشئين النادي الاهلي وانا حضرتك طبعا، بس يقول لنا بقى انت بقالك كام سنه كمدرب داخل القطاع؟ يمكن ده 12 سنه، يمكن دي السنه ال 12 الله. يمكن انا بدات في اكاديميه نادي الاهلي من اربع قعدت فيها مده 4 سنين، وقطاع دي السنه الثامنه يعني في قطاع السنه الثامنه ما شاء الله الحمد لله. عرفت انك انت ما شاء الله يعني 3 سنين او 4 سنين على التوالي بتاخد كل البطولات مع كل الفرق اللي انت توليتها. كلمنا بقى عن الفرق اللي انت توليتها في القطاع وحرصت معاها كل البطولات. يمكن انا طبعا بدايه بعد الاكاديميه طلعت قطاع ناشئين، يمكن بدات مع اصغر فرقه، يمكن 2003 دي بدايه فرقه. يمكن الفتره دي كنا كويسين، ماشيين كويس جدا في بطوله هي بتتعمل بطوله براعم، بس طبعا البطوله ما كملتش بسبب الظروف الثوره واللي حصل في البلد. بعد كده مسكت في فرقه 97 مدرب مساعد مع كابتن سيد غريب، وبعد كده مسكت فرقه 2000 مع مساعد مع كابتن هشام حنفي، وبعد كده اتجهت فرقه 2000 يبقى بقيت مدير فني. سنه كام بدات بقى تتولى الكلام ده؟ يمكن من 2011 بدات تبقى انت مدير فني، وتبقى انت مدير فني من 2012. ما شاء الله السنه دي محقق نتائج يعني مع 2001 مصر كلها بتتكلم عنها. شايف التجربه ازاي مع 2001، خاصه ان 2001 صراحه من يعني من اقوى الفرق عندنا الموجوده في القطاع؟ يمكن الحمد لله انت حضرتك يمكن كمان برنامجك بيعرف قطاع الناشئين، يمكن قطاع الناشئين الزاخر بمواهب في النادي الاهلي طبعا، اقوى نادي في مصر، اقوى نادي في افريقيا، في الوطن العربي، يمكن عالميا طبعا حاجه كبيره بنفتخر بيها ان احنا شغالين في النادي الاهلي. يمكن النادي الاهلي طبعا المواهب اللي فيه دايما بتحكم ان انت تحت ضغط، دايما تحت ان انت ما بتنزلش غير حاجه واحده بس، هي الفوز
ودي حاجات احنا ورثناها زي ما احنا تربينا عليها. يمكن حضرتك عارف الكلام ده وكابتن النادي الاهلي طبعا عارف احنا تربينا على الكلام ده، تربينا على المكسب بس، ما نعرفش حاجه اسمها تعادل او هزيمه. يمكن احنا شفناه على فكره في المباراه الاخيره الاهلي وبيراميدز انتهت 3-2، يعني مع الثواني الاخيره والاهلي متعادل 2-2، شفنا بقى روح الفنان الحمر، روح اللعيبه اللي انت بتغرسها دايما في اللعيبه. يمكن دي عاده، بس الحمد لله يمكن كمان الماتش دوت من اقل المباريات اللي احنا اديناها. طبعا الظروف بقى طبعا الحساسيه، كان يمكن المباراه متوتره جدا. الدنيا الولاد كنت دايما الحماس دايما، وان انا اخليه دايما تحت ضغط. يمكن المباراه كمان كان كلها تحت ضغط من الجو، من اجواء المباراه طبعا، ومن حكام. لكن هي في الاخر مباراه يعني في دوري. يمكن دايما المباراة. كمان الولاد دايما يعني بنتكلم معاهم على اساس ان هم لو كسبانين او خسرانين، حتى لو النتيجه وصلت، دايما تبقى عندك الحافز ان انت تحارب على اخر دقيقه. وده طبعا في النتيجه يعني احنا اتربينا على كده، فبنحاول نخلي الولاد يوصلوا للمرحله ان هم بعد كده يبقوا طالع فريق الاول. عايزك تعرفنا بقى يعني باسماء الجهاز، الناس اللي شغاله معاك كلهم. يمكن معانا جهاز محترم طبعا، يمكن بدايه رئيس قطاع ناشئين طبعا كان فتحي مبروك. رئيس قطاع ناشئين. يمكن كابتن زكريا حسين مدرب عام. كابتن ممدوح بيد مدرب مساعد. يمكن كابتن احمد ابراهيم مدرب حراس مرمى. كابتن راشد محمد راشد اداري الفريق. دكتور محمود دكتور الفريق. في مدلك ناجح ومحمد فتحي. عمال طبعا سامح وعم شعبان. يمكن انا بشكرهم اصلا. يمكن كابتن زكريا كمان السنه الثانيه معايا. يمكن ناس محترمه جدا، ناس بيتعاونوا، ليهم بصمه على الفريق زيهم. واحنا دايما احنا اخوات بنتعامل في النادي كلنا كمدربين يعني. وبتمنى ان احنا نكمل على خير يعني. طيب نروح نشوف دلوقتي تقرير عن مباراه الاهلي وبيراميدز ونرجع تاني. الاداء شكله جيد في الملعب، ان مفيش اداء الخططي يعني، يبدو ان الولاد مشحونين لحاجات كده بتبعد اللقاء عن الاداء الجيد اللي انا اتفرجت عليه. انما في لمحات طيبه اتادت بشكل جيد. حارس مرمى الاسيوطي محتاج وقت كتير عشان يحرس مرمى. انا بقول دايما الاسيوطي، ما اقولش بيراميدز، بقول الاسيوطي دايما، لان هو اللي انشا المكان، هو اللي عمل كل حاجه. انما بعد كده لما باع بيراميدز. انما الاداء الاهلي عنده هدف، الهدف هو زي ما قال روح الفينه الحمراء، لعبه لاخر دقيقه، وواضح ان بيراميدز عاوز يتعادل، وواضح ان عايز يتعامل عنه على ملعبه. انما المباراه انتهت بشكل جيد، شفنا هدفين لكل فريق، وضربه الكورنر اللي اتعمل بشكل جيد، والجون اخطا، واخر جون كره في نص الملعب واضح ان هي اتعمل طويله، التمركز غير جيد. انما برضو السن الصغير ده احنا موافقين عليه ان هم يتعلموا من الاخطاء، وانا كنت بتفرج على اساس استمتع بالشكل العام. السيناريو بتاع مباراه بيراميدز ازاي يا كابتن احمد؟ الاهلي اتقدم صح، كان 1-0 الاهلي، احنا على طول كنا اتكلمنا عنها. يمكن بدايه المباراه، يمكن بدانا في الشوط الاول، نهينا الشوط الاول 1-0 لينا. بعدين مع بدايه الشوط الثاني بيراميدز جاب هدف تعادل. بعدين اتقدمنا تاني 2-1، وبعدين جابت هدف التعادل. والحمد لله قدرنا في الدقيقه 88 متهيألي او 87 قدرنا نحرز هدف الفوز. تمام، احنا دلوقتي 2001، في طبعا ليهم منتخب مصر مع الكابتن ربيع ياسين. كلمنا بقى عن التعاون مع منتخب مصر وكابتن ربيع ياسين خلال الفتره الجايه. يمكن كابتن ربيع طبعا كابتن مصر، وطبعا من المدربين القريبين من قلبي اصلا. يمكن تم اختيار لعيب في حوالي 13-14 لعيب على مستوى اول معسكر. دي حاجه برضو تحسب يعني للكابتن احمد سراج، وتحسب للكابتن فتحي مبروك مدير القطاع، ان يتم اختيار 13 لاعب، ده عدد كبير طبعا. طبعا حاجه كبيره يعني، الحمد لله يعني. يمكن تم في اول معسكر 13-14 لعيب، يمكن اتمرنوا ونهوب مباراه وديه. يمكن اتمنى من كل قلبي، يمكن ان شاء الله طبعا قوام النادي الاهلي هو قوام المنتخب. يمكن التعاون بيننا مع كابتن ربيع طبعا، لو في لعيب مميز يقدر يثبت نفسه هو ما شافوش بنقدر نتكلم معاه. في لعيب كان غايب مثلا وبدا يجهز،
ايه بقى التعاون بيننا كابتن ربيع؟ يعني انت بتكلم كابتن ربيع وتدي له تقرير عن اللعيبه، ممكن واحد مصاب ورجع بقى ده؟ طبعا يعني احنا كلنا مساعدين لكابتن ربيع في 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 في, في, كويس. في توجهاته. يمكن تاني حاجه بنعرفه طبعا طريقه لعبنا بتبقى عامله ازاي. هو كمان بيجي بيتفرج على المباريات عندنا، والحمد لله من الناس المعجبه بالفرقه يعني، كويس قوي يعني الحمد لله. طيب عايزينك تعرف بقى كل جماهير الاهلي المواهب اللي في 2001، عايزينك تقدمها كده ابرز المواهب الموجوده. طبعا احنا اتكلمنا عن شادي رضوان، وهسالك دلوقتي يعني بعد الصدى لصحيفه الجاردن اللي كانت عن شادي رضوان، انت يعني بتعامله ازاي خلال الفتره اللي جايه دي، خاصه لما بتلاقي لعيب ممكن مميزه بدات الصحافه او الناس تتكلم عنه ممكن تلاقيه راح في سكه تانية. كابتن احمد سراج بعامل شادي رضوان ازاي؟ يمكن في الاول في لعيبه طبعا في فريق 2001 مميزه جدا. تمام. يمكن قول اسماء طبعا، حابين تقول اسماء. بدايه من حارس المرمى عندي حمزه وعندي عاصم في منتخب مصر، الاثنين الحمد لله على كفاءه عاليه جدا. في احمد سيد عبد النبي باك رايت، في مغربي، في هاني، في معاذ، يعني في محمد اشرف الباك ليفت ده برضك من المواهب. هم كلهم طبعا يمكن مواهب كويسه جدا، مواهب ان شاء الله مبشره للفريق الاول. في طه، في كوكا، في عثمان، في طبعا شادي، في عمر رزق، في عبد الوهاب، يعني يمكن انا سلامه، محمد سلامه. محمد سلامه الباك ليفت؟ اه الباك ليفت، وانا يعني بيلعب باك ليفت وبيلعب هاف كمان. يمكن من اللعيبه المميزه كلهم يمكن مميزين. بخصوص شادي طبعا، شادي من اللعيبه الملتزمه جدا. يمكن احنا كمان الفتره اللي فاتت دي برنامجك ساهم في حاجات كتير قوي في اختيار طبعا. يمكن كان شادي اول حلقه مع حضرتك. يمكن الحمد لله الحلقه كانت جامده جدا، الحلقه لمعت الولد اكتر، خلت الناس تتفرج عليه كويس. يمكن بنحمد ربنا ان هو كمان تم اختياره يمكن على احسن 60 موهبه على مستوى العالم تحت 17 سنه وتحت 18. يمكن هو رقم 20 على رقم 20 على العالم. من 60 موهبه هو طبعا رقم 20. هي طبعا بتمشي يعني في جريده هي المهتميه بالسن ده في لندن. الحمد لله انا بتمناه. طبعا حكايه شادي طبعا احنا بنتعلم من الماضي، يمكن تسليط الضوء والاعلام ان في السن الصغير دي احنا يعني ليها معالجه نفسيه طبعا. طبعا في لعيبه كتير بطلت الكوره كده بسبب التعالي وبسبب يمكن انا بتكلم مع شادي يمكن قبل الماتش اللي فات بتاع بيراميدز. يمكن انا صحفيين كتير كلموني ومحررين في مواقع واتكلمت معاهم، قلت لهم انا لسه هو ما عملش حاجه للنادي الاهلي. النادي الاهلي كبير، النادي الاهلي هو شادي اختاروه بسبب شعبيه نادي الاهلي في العالم، مش عامة. يمكن الحمد لله الولد متفاهم، الولد شادي اصلا من نوعيه كويسه، ملتزم كمان دينيا كويس. ملتزم اخلاقيا كويس. يمكن الحاجات دي انا عجباني فيه. يمكن بتكلم معاه كتير، ما تركزش في الكلام دوت، ما تحاولش تركز غير في تمرينك دلوقتي، ان انت تخدم الفريق الاول. ان شاء الله لما تطلع يبقى ليك دور، انت لسه يعتبر لسه ما عملش حاجه. وده اللي انا لاحظته في شادي وفي اللعيبه كويس كلها يعني. كويس. عرفت ان الكابتن احمد سراج كل مواجهاته امام الزمالك ما بيخسرش ولا مباراه. الحمد لله يا رب دايما يعني. الحمد لله. يمكن انا واجهت الزمالك مره في السويس 4-0 ومره 4-0 او 3-1. كنت ماسك فريق كام ده؟ ال 2000 2000 و3-1 و تالي 2-0 و0-0 حاجه كده يعني. بس انا كمان فرقه الزمالك كمان يمكن فرقه الزمالك يمكن السنتين دول هي اللي بدات تخش في مجال الجمهوريه ومجال القطاع الناشئين. يمكن من فتره زمان كنا بنلعب الفرقه الزمالك المواجهات المباشره معانا الزمالك، لكن الفتره دي بقت قليله جدا يعني. طيب عايزين نعرف بقى علاقه الكابتن فتحي مبروك بالمدربين بتوع القطاع. لا وكابتن فتحي طبعا مدربنا واخ كبير، واحنا بنتعامل معاه كاخ وبنستفاد منه على اكبر قدر. يمكن طبعا هو من المدربين اللي ليهم بصمه في الكره المصريه وحاجه بنفتخر بيها ان احنا شغالين معاه. يمكن دايما بنتعاون مع بعض في حكايه التصعيد اللعيبه للفرق الاكبر. هي انا كنت عايز اكلمك في موضوع التصعيد ده، ان ما شاء الله دلوقتي احنا لما بنشوف فريق ال 99 وبنشوف فريق 97 دايما بياخدوا من فريق 2001 بيتصعدوا. حتى في لعيبه عربي بدر بيلعب دلوقتي مع 97. يمكن امبارح كان في المباراه مع الفريق الاول، الحمد لله مع الفريق الاول في المباراه الوديه.
طبعا في ظل ما كان فتحي طبعا هو حلقه الوصل دايما بينسق معانا وبنتكلم معاه سواء في فنيات او سواء في تصعيد لعيبه والحمد لله يمكن انت دقام عربي وفي محمد اشرف في ناس بتصعد للفرق الاكبر في مغربي في عمر رزق في شادي بيتصعد يعني انا بتمناها هي دي تبقى مبشره لكل الفرق ويمكن كمان انا عايز اتكلم عن قطاع الحمد لله قطاع ناشئين متصدر لكل بطولات الجمهوريه احنا عرضناها النهارده يعني ترتيب الفرق كله ما شاء الله وقلنا دي يعني من احلى اللقطات ان الاهلي متصدر في كل الفرق والحمد لله ورب ربنا ينعم علينا على طول كده يمكن سنه ان شاء الله تبقى مميزه لينا وان شاء الله نحصد كل البطولات القطاع دايما الكابتن احمد السراج وهو واقف على الخط حتى لو كسبان 5 و6 دايما بيقف وبيوجه بص يا كابتن انا من النوعيه اللي قبل بس ما اجاوب على السؤال ايه رايك في الصوره المعروضه قدامنا دلوقتي كانت في مباراه مصر الاخيره محمد صلاح وهو واقف ببص على ناشئ صغير يعني تحس ان فيها تواصل اجيال وفيها يعني احلام ممكن تتحقق بالنسبه للولد الصغير وهو بص على قدوه زي محمد صلاح وطبعا محمد صلاح قدوه للشباب كتير زيه زي الامثله اللي شرفونا بره مصر ويمكن عندنا كمان في النادي الاهلي يمكن مجموعة ناشئين بره دلوقتي ان شاء الله يبقى ليهم بصمه كمان ودايما احنا بنحتز بيهم لما نتكلم مع اللعيبه دايما بنتكلموا عن محمد صلاح طبعا محمد صلاح رمضان صبحي تريزيجيه كل الناس دي ويمكن كل دول من القطاع يمكن محمد صلاح قطاع المقاولين رمضان تريزيجيه في احمد حسن كوكا في عمرو ورده كل دول من قطاع ناشئين الاهلي يمكن بنحفز الاولاد طبعا بيبقى الهدف بتاعي الاول اللي هو الفريق الاول بعد كده من خلال الفريق الاول تبدا تطلع عالميا نشوف محمد صلاح بيشتغل على نفسه ازاي اجتهد في فتره زمنيه بقى من احسن يمكن ثالث لعيب على العالم او احسن لعيبه في العالم يعني فدايما بحفزهم بالكلام ده طبعا شوف معاك دلوقتي لقطه حلوه شفت اللقطات دي ده محمد ابو تريكه امير القلوب يعني وهو صغير وهو بقى نجم كبير عارف مين ده؟ صعب لو من صورته هو كبير طبعا مش هتعرفه ايوه طبعا ده رمضان صبحي رمضان ده رمضان تزجي طبعا خريجي قطاع ناشئين اوبا عارف مين ده؟ طبعا ده حبيبك طبعا صح؟ طبعا عشره عمر كابتن سيد عبد الحفيظ احمد الشيخ ده احمد الشيخ صورته صغير مش واضحه خالص عايزين بقى ابرز المواهب للكابتن احمد سراج اشتغل معاه في قطاع الناشئين وظهرت للنور بعد كده يمكن اول فرقه طبعا انا كنت مساعد فيها في مواليد 97 يمكن رمضان صبحي ناصر ماهر كريم مدفد في دلوقتي المواهب سعداوي في فرماوي كان الغندور وعمر رضوان حراس المرمى يمكن الفرقه دلوقتي اللي بدات تبدا تظهر على الساحه ورمضان صبحي طبعا من 3-4 سنين بدا يتصعد وبدا ياخد الطريق النجوميه يمكن بعدها المفروض المرحله الجايه ان شاء الله وانا اتمنى لهم كل خير فرقه 2000 هي الاقرب للدرجه الاولى فرقه محترمه فيها مجموعه لعيبه محترمه يمكن بدانا دلوقتي في الدرجه الاولى بيتصعد مصطفى شوبير يمكن في مجموعه كمان بتصعد مع 97 مع كابتن عادل عبد الرحمن مجموعه لعيبه كويسه منهم زياد طارق فارس طارق مصطفى الياس ميدو دي برضك دول انا مرنتهم يمكن انا كنت بزعل قوي من كلام مثلا واحد يقول لك الولد دوت تربيت او كابتن ساهم كابتن فلان هو اللي عمل احنا عندنا في النادي الاهلي احنا كلنا كمدربين مش اللاعب لازم يمر على 3-4 مدربين 5-6 مدربين ما ينفعش مدرب واحد هو اللي ساهم في الكلام ده صح هو عدد كبير من طبعا كل واحد بيحاول يلمع نفسه كمدرب بيبدا بيبدا بيقول لك انا اللي عملت فلان اللي عملت لا طبعا كل اللعيب الذكي او اللعيب النجم هو اللي بياخد من كل مدرب حاجه صح هو اللي بيستفاد من كل حاجه مظبوط هو ده اللي انا بتمناه يمكن اللعيبه كلها الحمد لله دلوقتي بدات ان شاء الله في الفتره الجايه ان شاء الله هتلمع يا رب بس يخدموا الفريق الاول اللي احنا كلنا بنشتغل عشان نخدمه يعني. انا قلت حاجه دلوقتي سؤال الكابتن احمد سراج وانا شفتها بنفسي وانت واقف على الخط وانت ممكن تكون كسبان 5 و6 دايما واقف على الخط وبوجه وبصح اخطاء حكايه انا 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 انا, أنا عن نفسي عامه يمكن بدايه ما اشتغلت ببدا ما اسيبش الغلط يعني في بالذات في المطوشه لازم اصلح في السن الصغير دايما بالذات مهم جدا لازم لازم بتصلح اول باول ليه
الولد دايما بيبقى غلطاته كتير، يمكن في سن صغير غير لعيب كبير، دايما ممكن تسيبه بعد كده بين الشوطين او توجهه بشكل معين، لكن احنا في السن الصغير دايما بتوجه اول باول. تاني حاجه انا زي ما قلت لك، قلت لك كابتن، انا يمكن من نوعيه ما عنديش كسبنا 5 كسبنا 10 احنا بنزرع فيهم ان انت يبقى عندك الروح ديت اللي بنتمناها. يمكن في فرق يمكن شايفها كسبه 1-2 خلاص يبقى، وبعدين بيخش فيها بيبقى خلاص عمل اللي عليه، بيخش بيها في اخر 5 دقائق اخر 10 دقائق من المباراه تلاقيه همد، فتلاقيه بيبقى تعادل خساره. لا احنا بنعود ولادنا على المكسب على الروح ديت، لعب من اول دقيقه لاخر دقيقه، ودي اللي احنا بنتمناها فيهم يعني. تمام. مين الاسماء اللي صعدت يعني خلال الفتره دي والفتره اللي فاتت من 2001 مع الدرجه الاولى؟ هو السنه اللي فاتت كان في مغربي سيرباك احمد اشرف احمد اشرف عربي بدر يمكن اتصعدوا مع ما اتمرنوا مع او لعبوا مباراه وديه مع الفريق الاول السنه دي، بس هو يمكن عربي بدر هو اللي ممكن طلع مرمى مع الفريق الاول، طلع فتره كبيره عربي بدر لكن هم ان شاء الله يبقى بامل من كل قلبي يعني من اكبر قدر يطلع الفريق الاول. طبعا ده شرف لينا احنا بنشتغل عشانه. هنشوف مع كابتن احمد صايد دلوقتي خريطه الاسبوع خلال الاسبوع الجاي، مباريات فرق القطاع هنستعرضها مع حضراتكم دلوقتي. في مواليد 2005 ان شاء الله بكره السبت مركز شباب زينهم والاهلي دوري البراعم، مواليد 2003 السبت برضو 20 اكتوبر الجونه والاهلي بطوله الجمهوريه للناشئين، مواليد 97 السبت الداخليه والاهلي بطوله الجمهوريه للشباب، مواليد 2004 الجمعه الاهلي والشرطه بطوله منطقه القاهره، مواليد 2001 الجمعه 26 اكتوبر الاهلي والاتحاد بطوله الجمهوريه للناشئين، مواليد 2002 22 اكتوبر الاهلي والمعادي واليخت بطوله منطقه القاهره، مواليد 99 الخميس 25 اكتوبر بتروجيت والاهلي ومباراه من العيار الثقيل بطوله الجمهوريه للناشئين. رسالتك بقى لكل ناشئ عندك فريق 2001 ان يتمرن كويس، يلتزم بالحاجات اللي ما تضروش كلاعب. يمكن احنا بنتكلم دايما ممكن اللعيب الكوره عشان يبقى يوصل للمرحله اللي هو عايزها ويتمناها ممكن يتنازل عن حاجه هو بيحبها، ممكن اكل حلوه، خروجه مع اصحاب، ان سهره حلوه، الحاجات دي دايما لازم يحط في دماغه ان هي الحاجات دي مضره، يحافظ على نفسه، ياكل كويس، ما يسهرش، يتمرن كويس، يسمع كلام المدرب، الحاجات طبعا اللي احنا اتربينا عليها بنحاول نغرزها في اللعيبه. والحمد لله الولاد بداوا يتفهموا الكلام ده دلوقتي بسم الله ما شاء الله. يعني احنا يمكن ترتيبنا الحمد لله طبعا الاول بفرق بعد 8 جولات بفرق 4 بونت عن فريق الجيش هو الثاني، وبفرق 8 بونت عن الحرس الثالث اللي بينافسنا. الحمد لله اقوى خط هجوم، اقوى خط دفاع، ب 30 هدف بمعدل 4 اهداف في المباراه، يمكن اقوى خط دفاع 3 اهداف في الثمان مباريات. اتمنى ان احنا نوصل لمرحله ان احنا نخلي الولاد يبقى عندهم الحافز سواء في الناحيه الهجوميه سواء في الناحيه الدفاعيه، وبتمنى ان هو يطلع يبقى خامه كويسه للفريق الاول. بس ان شاء الله كابتن احمد صلاح شرفتنا ونورتنا. الله يخليك كابتن، ومتشكر على استضافتك كابتن. نشكر كل فريق العمل وفريق الاعداد، محمود شوقي، محمد الصاوي، فاروق صلاح، واحمد رشاد، وفريق الاخراج بقياده المخرج المميز محمد دكروري، وكل فريق العمل اللي مع كل ناشئ في النادي الاهلي بيتربى دايما ان النادي الاهلي نادي الوطنيه ونادي البطولات. نشوفكم الاسبوع اللي جاي مع الاشبال.